الحالة الأولى في البرنامج تختلف كلياً عن ما قدمناه سابقاً في قريب المنال. في دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد والشكر ما حد يضيع حد، الناس كلها تتعارف، العائلات متداخلة في الدم والنسب وأيضاً في الليرة. وصلتنا حالة مواطن يدور أخته غير الشقيقة. صراحة القصة تكتب بمختلف فصولها، أرويها باختصار. المرحوم عبيد المزروعي من سكان مدينة العين، طلق مرته أم بنته الرضيعة والوحيدة، وغادر مقر سكناه العين، توجه إلى دبي وانقطعت الأخبار عنه تماما. استقر في دبي، تزوج وأنجب عدد من الأبناء وتوفاه الله قبل تقريبا 15 سنة. والدة الأبناء دلتهم على أقارب لهم وعم غير شقيق للمرحوم أبوهم في مدينة العين، جمعت الأسرة من جديد. قبل سنتين تذكر العم أن أخوه عنده بنت، لكنها رحلت مع والدتها عندما تزوجت بعد الطلاق من مدينة العين وانقطعت أيضا أخبارها تماما. أعتقد ينضم معي عبر الهاتف الأخ طارش محمد المزروعي. طارش، السلام عليك أبو فهد. ألو. ألو، إيش حالك يا أبو فهد؟ الله يطول بعمرك. شو أخبارك؟ الله يبارك فيك، بخير الحمد لله. يا أخي أول شيء أنا أشكرك على تواصلك معنا في قريب المنال. الله يطول بعمرك. الله أبو فهد، شو بداية قصتكم؟ أخوي بداية القصة طال عمرك مكلمك وإخواني متعاقدين يسيرون يسلمون على عمهم اللي ساكن في مدينة العين. ومن سنتين تقريبا فاجأنا وقالنا والله عندكم أخت. عندنا أخت؟ شو قال يعني؟ نبن تعرف عليها، نبن نشوفها. قال خلاص أنا بجيب لكم المعلومات وبوصلكم عندها. وتعرف الرجال كبير في السن و ينسى وايد، ينسى بيني وبينك، وكل ما نسيل له يقولنا والله يعني اصبروا شويه اصبروا شويه. وبس ذكرنا ابو اللي مربنها اللي ماخذ امها اسمه يمع الدنك. هو من العين بعد ايضا يمع؟ من العين على ما اعتقد. انزين، وبعدين الرجال توفى وامها بعد على ما اعتقد انها توفت. ما عرفتوا اسم امها ابو فهد؟ والله نحن ما عرفنا، وهو ما يذكر. تعرف حد من اليران، من الاهل، من الجماعه؟ والله كانوا في ناس يعرفونها طبعا، لكن توفوا. ما قدرنا نوصل لهم. كان اسمها سعيده؟ على ما اعتقد اسمها سعيده. ما متاكد لانه هو ما يذكر الاسم بصراحه. ويقول انا متاكد ان عندكم اخت، وانا سرت لها لما غاب ابوك، انا سرت لها وسلمت عليها وسلمت على والدتها. احنا عاد نسال نقول لك شد جتك؟ يقول جتني مره واحده بس. كم كانت عمرها؟ كم كان يوم جتك؟ ما ادري والله، هو تعرف الحين ما يذكر. يقول يمكن عمرها 5 سنوات. يوم هو يحيد؟ ها، يوم يصير لها هي. يوم يصير يعز يمها. زين، ما في العين؟ في العين ما حاولتوا تتوصلون الى يمع الدنق؟ منو هذا دنك؟ والله حاولنا بصراحة لكن ما وصلنا له. يعني يمكن توفى قبل أن نوصل له. وبعدين عمي موصي ناس وايدين معرفين، تعرف يعرفون الناس يعني، ويتخبرون، ما زالوا يتخبرون، لكن إلى الحين ما أنا خبر 100% عنها. والمشكلة الكبيرة أخوي علي أن هي ما تعرف أن عندها أخوان. سبحان الله. يعني هي ما تعرف، ما حد قال لها طبعا. أكيد. الأخ طارش المزروعي، يعني أنا أتمنى حد يشاهدنا ويعرف أي معلومات عن أختكم. مشاهدين، أنا أتواصل معكم من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر على الشاشة في محاولة البحث عن ابنة المرحوم عبيد المزروعي. ما يسر في هذه القصة أنه وبعد السنوات الطويلة نجد المحاولات الجادة من أخوانها وخاصة الأخ طارش في البحث عنها والتعرف إليها. بنسير ياكم إلى مدينة العين ونقابل عم طارش المزروعي الذي أكد أن أخوه المرحوم لديه ابنه لكنه لا يتذكر ولا يعرف أين هي ولا حتى يتذكر اسمها. عن ماذا يبحث طارش المزروعي؟ قصة عمرها نصف قرن تقريبا، بدأت بالتعرف عن صلة رحم وتوقفت عند أخت غير شقيقة. سر دفن وعم تذكر. ما يعرفون طارش، لا مخبرين
قبطاش حتى قبطاش ما يأوي ذاك اليوم حرم عودي الحين على طريقة تزوج وخذ هذه ويا منها بنت مرة تخبر عندي البنت جاي انها روحي وجايتني هني في البيت روحها بنت البيت ابوها عرس وخذ منها ويا بالعيال منها هاي لا شوف ولا ينشد عنها طيب ما اعرف عنها ان عندها اخت ما يضربها الحين يضربها الحين هي تقول لهم اللي هل في العين يقول لهم يا حدين اللي عندها يا حدينها الحين حرم عوده هي اكبر عني من زمالي جني توهي اذا حرم عوده الحين ما بصغيره يا غزير بنت البيت يا يدريبا يا بنت وانا دريبا يا بنت عندي خبرها يوم اخذها امه ويا ابنها هي بنت هذا من زمان هي دريبا اختي انا بنت اخوي وجايلها وشايل هياها من البيت اللي له بالنهار وردت وياك وجايلها ودريبا بنت اخوي وانا جايلها هناك يوم هي عند امها وأمها غايب رايلها وهي عند أمها ما عندها أخت أنا يوم إياها عند أمها ما حط غيري لأول فيه ليه الحين يقولون أنها بجميلة يقول ولا زال البحث مستمراً.